لكن التأييد حاصل، التأييد حاصل. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فإذا يعني عجب، عجب يا إخوة، أنا نترك هذا الخير، عجب، ما أعرف ما الذي حدث لنا، هل الضعف في التربية، ولا بسبب الجهل، ولا بسبب الغرور، أم بسبب هذا العصر المادي الذي نعيش فيه اليوم. يعني سبحان الله العظيم، كتاب الله بين أيدينا، في هذه الحقائق كلها. أنا ما جبت إلا آيات نقرأها كل يوم، كيف تعمى أبصارنا عن دلائلها؟ ما تحتاج إلى تفسير عظيم، دلائلها واضحة. يعني هناك خلل، هناك خلل يا إخوة. الله تعالى يذكر عن عبد من عباده في قصة موسى عليه السلام، يقول آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. بعض أهل العلم يقول هذا ليس بنبي، موسى نبي، ولكن هذا الرجل العالم الذي آتاه الله تعالى العلم اللدني ليس بنبي، وقيل هو نبي، قيل يعني محتمل، لكن شوفوا العلم الذي آتاه الله تعالى، كشف له شيئا من علم الغيب، يعلم مستقبل، يعلم شيء من الماضي، يعني ربما من عشرات السنين، أو ربما من مئات السنين، أو كيف الله أعلم. طيب، يتجاوز المكان والزمان، يتجاوز المكان والزمان، قصة السفينة، قصة الغلام، في قصة الغلامين، كلها كلها، هذا من فضل الله تعالى، فتح كشف. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حدث شيء مثل هذا قريب، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره، حادثة الوضوء، رأى أحد الصحابة رضوان الله عليهم رجلا في المنام يعلمه الوضوء، فغدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أن جاني رجل وقال لي كذا توضأ، افعل وضوء هكذا من أول إلى آخر. قال هذا ملك، ملك من الملائكة يعلمه الوضوء في النوم. في قصة الأذان نفس الشيء، النداء للصلاة، كانوا يتذاكرون كيف يكون النداء للصلاة، حد يقول نضرب الناقوس، وحد يقول كذا نشعل النار، وحد يقول يعني نقول نفعل كذا. فإذا بأحد الصحابة وكذلك عمر أيضا يرى في المنام رجلا يعلمه كلمات الأذان، يقول قل كذا قل كذا، الأذان كامل، وغدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له علم هذه الكلمات بلال فإنه أندى منك صوتا، هو صوت جميل حسن، علمه. ملك، ملك يعلمه، إلهام، الرؤى، كشف للمستقبل عشرات السنين، أو في الواقع اليوم القريب كفلق الصبح، لم يبق بعدي من النبوة إلا الرؤيا الصادقة، يراها الرجل الصالح أو ترى له. سبحان الله العظيم، يفتح الله على من يشاء. إذا كان العبد مع الله عز وجل فإن الله تعالى يعلمه، يكشف شيء له شيئا ما كان يتصوره بحال، ويسخر له من الجنود ما لم يكن يتصوره بحال. فقط كن مع الله، كن مع الله، يعني هذا الشرط الوحيد. لكن كما قلنا، كيف تكون مع الله؟ قال إن الله مع الذين
اتقوا والذين هم محسنون.